من أخطر الرحلة. عارفين كلكم إن في احتمالية إن تصيدكم الفيروس. اليوم 104 في زمن الكورونا. تصوير اليوم وايد قوي، بس قبل الأكشن واضح إن الحبيب يعانى شوي. رايحين ناخذ أكلنا درايف ثرو. فصح رايحين درايف ثرو، بس مو أكلنا. رايحين نسوي فحص من السيارة. لما تخلص الحجر المنزلي لازم تسوي شيء يسمونه اكزيت سواب، فحص نهائي يتأكدون انه ما فيك شيء. تحتاج البطاقة السجانية، تحجز موعدك قبل 3 ايام، ياخذون منك المعلومات الاساسية، تروح عقب عند الباب الثاني اللي هو ياخذون الفحص. هاي بس ريح راسك، خلي راسك على ورا. وهل النتيجة تطلع دايركت في الموقع او في الابلكيشن صح؟ الفكرة ان هاي كله يصير في 5 إلى 6 دقائق تقريبا. الحين نروح حق الاكشن. اللي جايين اليوم شيء انا ما شفته بس في الافلام. طيران الخليج تودي 11 رحله لايران دايركت، اللي هو ما بيننا وبينهم علاقات دبلوماسيه نوعا ما، فما في رحلات لايران، بس بتودي رحلات للاجلاء. 2 كابن كرو متفرغين تماما، متطوعين، هم يروحون على مدار 3 اسابيع يجيبون المسافرين العالقين هناك للبحرين. تدرون بان الرحله اللي رايحين لها من اخطر الرحلات. التعليمات اللي يعطونهم غير عن كل مره. الطياره هذه فيه 3 حمام، واحد مثل ما تفضلت حق اللي عنده الاعراض، وواحد حق بدون الاعراض. تعرفين كلكم ان في احتماليه ان تصيدكم الفيروس. في احد عنده اي تردد، اي تخوف انه يقول لا؟ الخوف مش عن مستعدين يعني نخدم الدوله بعيوننا، وثاني شيء هاي شركتنا وهنا ايرلاينز. قاعدين يناقشون حاليا توزيع المسافرين شلون؟ ما تخليهم يم بعض، يمكن واحد مصاب يعادل الباقي، في يكون تباعد اجتماعي. سيت في احد، سيت ما في احد. يعني لما نلبس الثياب عندنا اول شغله قبعه تخليه فوق، نمسح باليد. يمكن واحد يقول انه يلا يا جماعه روحوا ودي طياره وخلاص. احتياطات وبروتوكولات حق السلامه وايد كبيره، هاي يعتبرونها مرحله خطوره قصوى. في كل خطوه راح يكون في كلينيك. ليني انت ما تبي تنقذ ناس وتعرض ناس غير. خلاص هم جاهزين؟ ان شاء الله جاهزين. انت متى الرحله؟ الساعه ان شاء الله 8:45 باكر. دباشر تروحون بالسلامه، تردون بالسلامه، تجيبون اهلنا اخواننا وياكم. هاي واجب لازم نسويه الخدمه. I'll sing you my song, listen. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away.